المصطفى شمسهم والمرتضى قمر مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة أينما ذكروا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد بعلم خير نبي قد أمدهم واختصهم بالذي قد خص جدهم وللنيابة عنه قد أعدهم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما من كلام سيدنا ومولانا واقتدانا جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن ظلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا تخف نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد بدءا من هذه الساعة المباركة من شهر رجب الأصب الذي تصب الرحمة فيه صبا ومرورا بشهر شعبان المظفر وانتهاء بشهر رمضان المبارك اللي هذه الأيام التسعون أو قد تقل يومين هذه الأيام التي خصصت للرحمة الإلهية رمضان رجب شهر الرحمة الذي تصب الرحمة فيه صبا في نهايات شهر رجب عادة إذا جت الأيام الأخيرة اليوم الأخير من رجب واليوم 28 من رجب
يقول ترى احنا يا جماعة بعد شارفنا على الخروج من هذه الرحمة العظيمة. وعادة يندم النادمون ويفرح الناجحون. الذين مرت عليهم الأيام من غير أن يشعروا بها، من غير أن يلتفتوا لها، من غير أن يعطوها قيمتها وحقيقتها. شوفوا الأيام راحت. ينتظر يقول إن شاء الله السنة القادمة تجي نهتم بها من أول يوم. لكن تجي السنة القادمة لو ما تجي. الله أعلم. بالنسبة لنا والحمد لله جاءت. الآن جاءت. العام الماضي كان معنا أسماء. وعظم أيضا كانوا في ريعان الشباب. وتمنوا أن تعود لهم الأيام من جديد. لكن الأيام عادت دون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفهم بثواب أعمالنا في مثل هذه الساعة. ولهذا ينبغي أن لا ننسى أحدا من المؤمنين، خصوصا الذين كانوا يتمنون أن يدركوا مثل هذه الأيام، لأننا سنتمنى يوما إدراكها ولن ندرك قطعا. هذا شيء إن شاء الله بعد طول عمر آنئذ سنتمنى أن يكون هناك أناس يذكروننا من الأحياء، وإن شاء الله نكون جميعا من المذكورين. فأقول عادة يوم 26 27 28 يبدأ الحديث عن رحيل هذه الأيام، يقول وأسفا راحت، إن شاء الله تقول السنة الجاية عادت. ونحن الآن في أول ساعة كنت وصارح ساعة ساعة بعد هاي دخل شهر رجب، مفروض الليلة حسب التقادير الليلة تكون أول ليلة رجب، تقريبا ساعة الحين أو ساعة من دخل شهر رجب تكون على الأبواب أعمال أول ليلة من رجب. بعدنا مستطيعين أن نأتي بها بكرة، أعمال الأول من رجب نستطيع أن نأتي بها، ما راح. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحزم عزيمته وأن يقرر أن يستفيد من شهر رجب أفضل فائدة، ويستعد ويتهيأ لشهر شعبان، ترى شعبان هم على الأبواب، ها؟ ثم شهر رمضان، ترى شهر رمضان على الأبواب. سرعان ما سنجتمع في مثل هذا المكان لنصلي صلاة العيد. بعد 90 يوم 87 يوم ل90 يوم. ما شكل تقريبا؟ ها؟ سنجتمع في هذا المكان لنصلي صلاة العيد. ذاك اليوم إذا اجتمعنا نصلي صلاة العيد الله يبلغنا وإياكم، بتكون الأيام هذه أيام الرحمة كلها. يقول راحت أيام 90، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعودنا عليها مرة أخرى. هذا من باب الذكرى، وذكرهم بأيام الله، هذه هي أيام الله. وأهم ما فيها أولا أنها شهر رحمة، وفيها الرحمة مو أي رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، هي الرحمة الإلهية أصلها رحمة واسعة. لكن الباري جل وعلا وعدنا في هذا الشهر الرحمة تصير أعظم، مو لأنه في الشهور الأخرى الرحمة الإلهية ناقصة والعياذ بالله، الرحمة الإلهية عظيمة لكن مستويات الله يعطيها المقدار. مو احنا عندنا في الروايات أن الرحمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة في الدنيا، أعطى رحمة واحدة من 100 بها تعطف الأم على أولادها والحيوانات على صغارها. هالرحمة دي اللي نشوفها هذه، تشوفوا شايف رحمة الأم على أولادها، هذه من الرحمة اللي هي 1%. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجمعها من 99 فيقابلنا ب100 رحمة. تصور سبحان الله، تصور إذا إحنا الآن في الدنيا نشعر بعظمة الرحمة الإلهية وهي 1%، إذن في الآخرة كيف تكون الرحمة؟
كيف بتكون الرحمة في الآخرة؟ إذا الآن في الدنيا إحنا نشوف الرحمة اللي هي 1%، حتى الكافر يستفيد منها، وإلا لو أن الكافر لم يستفيد منها لما أكل ولا شرب ولا نام ولا بنى ولا فعل ما كل ما يفعله الكافر الآن هو جزء هو 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 تجلي للرحمة الإلهية. حتى الكافر فضلا عن المؤمن. إذن يوم القيامة إذا صارت مئة كيف تكون الرحمة؟ زين إذن الرحمة الإلهية أهم درجات في الدنيا فقط 1%، في الآخرة 100%. كذلك في الأشهر، في شهر جماد، في شهر جمادة الرحمة الإلهية بمقدار، مو لكن إذا جاء رجب الرحمة تصب صبا. شهر رجب الأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا. هذا الكلام اللي دائما أهل البيت سلام الله عليهم يؤكدوه سنة الأخرى. ما في واحد من الحاضرين اللي يعرف أنه شهر رجب صبا شهر رجب الأصب. ليش؟ لأن الرحمة صبت صبا، لكن يحتاج أن تصب الرحمة صبا. شلون يعني تصب صبا؟ إذا هناك في شهر جمادة وغير شهر جمادة إذا طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا الله يغفرها. إذا في شهر رجب كيف الله يغفرها والرحمة صبا؟ معناه أن الرحمة الإلهية عظيمة ولا بد أن نقتل من هذا القدر. تعرفوا ايش معنى في شهر رجب في شهر جمادة تحتاج تتكلف شوي حتى تحصل رحمة واسعة؟ الآن ما تتكلف شيء. الآن في هالشهر بس تقول استغفر الله واتوب اليه، بس هالكلمة تقولها تشوف ايش قد لك من العطايا. وتعلمون الأذكار المهمة في شهر رجب الآن بالذات الاستغفار، 70 مرة استغفر الله و 100 مرة استغفر الله فيها مع الأذكار بالليل 70 مرة والأدعية اللهم اغفر لي وغير ذلك. تعلموا من الأذكار المعروفة ولا إله إلا الله 1000 مرة وغير ذلك والصلوات المستحبة ليلا ونهارا بالذات الصلوات الليلية المعهودة نكرها كل يوم. طيب كل هذه وغيرها من الأذكار ومن الأعمال هذه ثمارها عظيمة، ومن أولى الثمار أن ذنوب الإنسان تتساقط على الأرض، فهو شهر الرحمة. 2 شهر الاستغفار، فأقدروا فيه من قول استغفر الله وأتوبوا إليه معتنى في الروايات، وشهر قضاء الحوائج. إذا نحن على أبواب رحمة عظيمة، دخلنا الآن إلى مشارف هذه الرحمة ونحن نستنشق عمقها. إن شاء الله في الليالي القادمة نتكلم عن الرواية التي قرأتها في الصيف. إن ظلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا تخن. أخونا أخبارك سلام الله عليه، وهي من الرحمات العلمية التي نستفيدها. إذن شهر رجب بداية الرحمة الإلهية العظيمة، فلنتهيأ لها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وهم حجج الإله.
يا